إذا مثل كل نهار جمعة منكون مع ويب سايت الام تي في ومنكون مع أبرز مواضيع الأسبوع. اليوم مع سينتيا سركيس، أهلا وسهلا فيك. مرسي، أهلا فيك يا كاتيا، يعطيكم العافية. لو أنه مريحينكم شوي هلأ. إيه سياسيا مريحيننا، مع أنه يعني عندك جمود قاتل بالملف الرئاسي، بتضل التحليلات ماشية بس. إيه تحليلات ماشية، ولكن على الأرض ما في غير سيارات وعجقة، لأنه في عجقة سياح، في عندك عجقة مغتربين، ولكن على أرض الواقع والسياسة عندنا جمود تام. بوقت فينا نقول أنه هذا الأسبوع الملف الأمني إن كان بلبنان أو بالعالم كان هو الطاغي، يعني من الأحداث اللي شفناها بفرنسا، أعمال الشغب والفوضى والحرائق اللي صارت بعد مقتل أحد الشبان، لا مخيم جنين كمان، وشفنا الاشتباكات اللي كانت عم بتصير بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي. بلبنان كان عندنا جريمة القرن السوداء يلي سقط بنتيجتها شخصين، ويلي صار في كتير جدل بشأنها وانتقادات من بعد ما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كلف اللجنة أنها تكون عم تدرس الحدود العقارية. صار في كتير انتقادات، لأنه بس يصير في عندك جريمة كاتيا وبهيك حجم، وشو ما كانت جريمة يعني قضاء، مش يعني سياسة ولا يعني لجان، ولا فقنا هلأ نعمل لجنة. ايه هلأ فقنا نعمل لجنة، ويعني دايما مقبرة حيالله شيء هن اللجان. كيف إذا عندك جرائم، هو القضاء هو الوحيد المكلف بهيدي الأمور، والتعويل عليه هو اليوم لحتى يكشف حقيقة اللي صار بالقرنة السوداء ويكشف المرتكبين وإذا كان في خلفيات وراء. من أعلى نقطة بلبنان من القرن السوداء منبلش أول موضوع معنا للساحل كاتيا، وتحديداً للبحر. يعني اليوم بحرنا منسمع دايماً أنه تلوث، منسمع بالدراسات وأرقام، ولكن اللي ما منعرفه أنه هيدا التلوث شو بيأدي يعني بالنسبة لنا على صحتنا، على جلدنا، وعلى الثروة السمكية والأسماك يلي منتناولها. هالموضوع تبعته زميلة مريم حرب، وتواصلت مع رئيس مجلس إدارة ومدير عام الأسواق الاستهلاكية بلبنان زياد شيا، لأوضح أنه غالبية الأسماك يلي اليوم نحن بنستهلكها هي أسماك مستوردة. ولكن الأسماك المحلية بتخضع لفحوصات مخبرية دورية بتجريهم وزارتي الزراعة والصحة. هلأ صحيح أنه الأزمة الاقتصادية أثرت بشكل كتير كبير على عمل هالمراقبين وعلى عديدهم، ولكن فينا نقول أنه هن هالمراقبين عندهم خبرة بتزيد على 20 سنة. فينا نقول أنه المعدات موجودة ومتوفرة لإجراء هذه الفحوصات، وزيادة أنه عم بيصير في دايماً كبسات رقابية للتأكد من جودة ونوعية الأسماك يلي ممكن تكون عم نستهلكها محلياً. هلأ طمنا على الأسماك، بدنا نطمن على حالنا كاتيا، شو بيصير فينا وبجلدنا إذا منتسبح بمياه ملوثة؟ الاختصاصي بالأمراض الجلدية دكتور روي مطران أوضح أنه التلوث الكيميائي لمياه البحر بتأدي لحساسية بالجلد، وأكيد كل ما تسبحت أكثر أو قعدت أكثر بالمياه يلي فيها تلوث رح يصير في عندك حساسية أكثر. وبالتالي المطلوب اليوم إذا كنا عم نسبح وحسينا أنه هالمياه يمكن منا كتير نظيفة، ضروري دغري نكون عم نتحمم بمياه حلوة لحتى هالجزيئات ما تكون عم بتلزق على جلدنا لفترة أطول. وأكيد إذا حسينا أنه عنا أي نوع من الحساسية دغري نتشاور ولا نتصل بطبيب ولا نروح لعنده لحتى نعالجها على السريع وما تتفاقم الحالة. هلأ السؤال، كيف بنعرف أنه المياه ملوثة؟ أكيد ما رح ناخد المعدات وننزل يعني على الشط نفحصها، ولكن اللون هو الدليل الأوضح لحتى نعرف إذا هالبحر ملوث. لون المي، لون المي إذا حسينا أنه معوكر أو أنه أغمق من اللازم نعرف أنه في عنا تلوث، وبالتالي ضروري نكون عم نبتعد عن الشواطئ يلي قريبة شوية من المكبات أو من محطات توليد الطاقة. هلأ كاتيا كل شيء منكبه بالبحر بيرجع لنا وبيرجع على صحتنا، كرمال هيك لحتى نتفادى كل هيدي الأمور ونبعد عن الشواطئ الملوثة، على كل حدا منا مسؤولية يكون مسؤول ما يكب شيء لا على الشط ولا على البحر، نحافظ على هالطبيعة اللي بقيت لنا، نحافظ على بحرنا لحتى نضل نحن بأمان، صحتنا بأمان، وكمان ثروتنا البحرية بأمان. إلى تاني موضوع، مثل ما البحر هو انعكاس لثقافتنا ونظافتنا، كمان ولادنا هن انعكاس لإلنا ولتصرفاتنا. ولكن اليوم بسبب الأزمة الاقتصادية، بسبب يلي نتج عن كورونا، بسبب أنه عندك الكولوني وكل النشاطات اليوم أسعارها مرتفعة، معنا حدائق عمومية مجانية بلبنان،
هذا الشيء عم بيؤدي انه اليوم ثلاث ارباع الاولاد بتلاقيهم قاعدين ساعات وساعات طويله على الهواتف وعلى السكرين، وهيدا الشيء مدمر عقليا فكريا وجسديا، وصرنا عم نلمسه بحياتنا. يعني منشوف عدوانيه مفرطه عند بعض الاولاد، منشوف صعوبات بالنوم بالاكل، تغير بالسلوك، هيدا كله ناتج عن هالقعده الطويله والتعرض للشاشه. اليوم بحسب منظمه الصحه العالميه تحت عمر السنتين ممنوع الولد يتعرض لأي نوع من السكرين. بين عمر السنتين والخمس سنين بحق له بساعة واحدة يومياً. بوقت اليوم يعني في أولاد عم يقعدوا ثلاثة وأربعة وأكثر ساعات بعمر على السنتين. مفروض كتير إشياء تانية يكون عم يعملها غير سكرين. مزبوط، بس انه ما بعرف بلبنان يعني كل شيء صعب عنا بلبنان. يعني لو عندك عالميا هالموضوع مطروح يعني مزبوط، بس زياده عنا كاتيا انه ما عندك مطارح تاخذي الاولاد عليها ببلاش، كمان هيك هذا الشيء عم بفائم الموضوع. بحسب الاختصاصيه بعلم النفس والمعالجه النفسيه دكتور شارلوت خليل، الولد تحت عمر السنين ما بيعرف يقدر بين الخيال وبين الواقع، يعني كل شيء بيشوفه بيصدقه، بفكر انه هو في يكون عم يعمل مثله، في يكون عم بيقلده، وبالتالي ما بيعرف يفرق صح عن الغلط. يعني نحكي تي في هون كمان، مش عم نحكي بس تليفونات وايباد واخبار. اكيد كل شيء شاشه جيمز وهيك كمان شاشه. مزبوط، لانه الولد بيتاثر كثير كمان بالجيمز اللي بيكون عم يلعبها، يعني ما بيقدر يعرف انه هيدا الجيم هذا الشيء ما لازم اعمله، هذا الشيء في حتى انواع الاشياء اللي بتنعرض على التي في مش كلها لكل الاعمار، يعني المفروض يكون في مراقبه. كرمال هيك لازم يكون في مراقبه للاهل، حتى القصص اللي بنفكرها امنه، يعني اذا نحن حددنا الاشياء اللي بده يحضرها او يمكن يوتيوب كيدز وهول الاشياء كمان بدنا نكون عم نراقب، نقعد حد الولد بهالساعة اللي لازم يحضر فيها وندليه، نقول له هذا الشيء صح، هذا الشيء غلط، هالشيء ما فينا نعمله، لحتى نرشده، لأنه هو ما بيقدر يفرق بيناتهم. بذات الوقت ضروري ما نخليه يحضر شاشة قبل النوم بساعة على الأقل، أو خلال تناول الطعام أو الأكل. كمان كتير مهم على الأهل اليوم مسؤوليتهم أنه يجربوا قد ما فيهم يعطوا وقت لأولادهم، يلعبوا معهم، حتى يمكن لو قصدروا شوي هن وياهم، قعدوا لعبوا بقصص بسيطة. حتى اليوم بيفكروا الأهل انه اذا اعطينا الولد لعب ببازل او لون على التليفون بيكون عم يستفيد، هيدا الشيء غلط، لانه الولد بيستفيد بس يلعب هو بالبازل، بس يكون عم بلون بايده، لانه اذا اعطيناه كل الوقت التليفون رح يصير بعدين عنده صعوبات بالكتابه، تاخر لغوي يعني بياثر على التطور الفكري، والأسوأ بياثر على علاقاته الاجتماعيه، وبصير يفضل انه يقعد على هالتليفون اكثر من انه يلعب أهيان مع غير ولاد. اكيد اهين، ولكن هذا الشيء اكيد أسوأ. اليوم الاهل عليهم مسؤوليه كثير كبيره قد ما بيقدروا، وبنعرف اليوم مشاغل الحياه كثيره والمصاعب كثيره، يمكن في اهل عم يضطروا يشتغلوا اكثر من شغل كرمال اولادهم، ولكن نجرب قد ما فينا نكون عم نخصص لهم هذا الوقت ونكون حدهم، خصوصا بوقت مشاهدتهم للشاشه. الى ثالث موضوع، هلا في اهل لاقوا حل لهذا الموضوع كاتيا، والحل كثير صحي ومفيد ومهضوم ورياضي، وهو من خلال اكاديميات كره القدم بلبنان يلي عم تلاقي رواج كتير كبير. يعني فينا نقول انه يلي عم بيصير اليوم هو مثل ما بيقول العنوان، هو هجمة على الفوتبول اكاديميز بلبنان. بهالموضوع للزميلة روني ابي نادر تواصلت مع عدد من اصحاب هالاكاديميات يلي اوضحوا انه الاقبال عم بيكون كتير كبير، خصوصا انه السنة من بعد المونديال الولاد كتير حضروا وتحمسوا، يمكن تعلقوا ببعض اللاعبين، حبوا اللعبة اكتر وحبوا يصيروا مثل بعض اللاعبين، وبالتالي عم بيكون في عندهم حماس كتير لهيدا اللعبة. الاعمار عم تتراوح بين 4 و 18 سنة، والأسعار تقريبا بين 20 و 50 دولار بالشهر، ولكن أكيد بتضل أرخص من أنه تكوني عم بتسجل الولد بكولونية أو بنشاطات أخرى، وهذا الشيء حلو. يعني الفوتبول بتكون الولد عم يستفيد جسديا نفسيا عقليا، عم يلعب مجموعة. مع مجموعة كمان عم يلعب مع الولاد، وبتكون كمان عم يتعلم الانضباط، عم يتعلمها للعبة، يمكن يحب أكتر أنه بعدين يكون عم ينخرط فيها أكتر، يبين عنده موهبة، نجم عالمي كمان ليش لا. اليوم بحسب اصحاب هالاكاديميات يعني مثل الولاد محمسين بدهم يصيروا مثل ميسي ومثل رونالدو، كمان الاهل محمسين اوقات اكثر من ولادهم، لانه مثل ما قلت كاتيا يعني ما حدا بيعرف بعدين اذا هالولد تطور كثير، يمكن نشوفه بعدين باحد النوادي العالميه، وهون يعني بتنفتح له ابواب العز والمستقبل، وبالتالي هذا احد الحلول للاهل انه يكونوا عم بيسجلوا ولادهم ان كان بالفوتبول اكاديميز او بنشاطات ثانيه رياضيه، هيك بيكونوا عم بيطلعوا الولاد وعم يلعبوا مع غير اولاد كمان عم يستفيدوا جسديا وعقليا.
إلى رابع موضوع، من بعد الهجمة على الفوتبول أكاديميز عندنا هجمة كتير حلوة عم بتصير بلبنان، هي هجمة السياح والمغتربين على الربوع اللبنانية. يعني يمكن يلي عم تشوفوا اليوم على الطرقات من عجقة، يلي عم تشوفوا بالليل وبالنهار، هالحياة يلي عم نشوفها بالأسواق بلبنان هي أكبر دليل على هالهجمة الحلوة يلي عم بتصير بلبنان. اليوم بعز أسوأ أزمة اقتصادية عم نعيش عز سياحي بكل معنى الكلمة. أمين عام اتحاد النقابات السياحية بلبنان جان بيروتي كشف لموقع ام تي في انه الحجوزات بالفنادق وصلت ل 80% بزيادة قدرة 20% عن السنة الماضية، وعدد الوافدين الى المطار يوميا عم بتكون 20,000، ونسبة مرشح انها تزيد بالايام المقبلة لتوصل لل 24,000. الجنسيات عم بتكون اكثر شيء عراقية اردنية ومصرية، مع اكيد المغتربين يلي من وين ما كان عم يجوا لحتى يقضوا الصيفية بلبنان، خصوصا من امريكا، وزيادة هالصيفية عنا مغتربين عم يجوا للمرة الأولى من الأرجنتين ومن البرازيل واللي هن مفاجأة هالصيفية. بحسب بيروتي بعد السياحة من الخليج كتير خجولة. هلأ من بعد الانقطاع يلي استمر 12 سنة بعدنا ما رجعنا مثل قبل، بعدنا السياحة الخليجية بعد ما رجعوا مزبوط على لبنان، وهون على المسؤولين دور كتير مهم يكونوا عم بيلاقوا أساليب من خلال السياسة وعلاقاتهم لحتى يكونوا عم بيساعدوا هيدا الموضوع. القطاع السياحي بلبنان ممكن يكون حل لمشاكلنا، بحسب بيروتي ممكن يكون المنقذ لاقتصادنا، لأنه يعني تبعاته وإيراداته بتروح على كل القطاعات. اليوم ممكن نعمل حملات إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحتى نتوجه للسياح، وخصوصي للفئة الخليجية، فئة الشباب الخليجي، لحتى يكونوا عم بيزوروا لبنان بالسنوات المقبلة. إلى خامس موضوع، بعز هالهجمة موقع ام تي في عم بيضل يكتب مواضيع وفيديوز عم نحضرها عن مطارح بلبنان لازم نكون عم نزورها هالصيفية. في كتير مطارح كاتيا نحن الموجودين بلبنان ما بنعرفها، كيف يلي ما بيعرفوا لبنان او حتى المغتربين يلي عايشين برا. السياح يعني بيوصلوا على مناطق بحياتنا نحن ما بنعرفها، وبتكون حدنا. مزبوط، لبنان عن جد مليء إن كان طبيعيا أو تاريخيا بأماكن كتير حلوة لازم نحنا نتعرف عليها. هلأ هالأسبوع الزميل نادر حجاز بفقرة شو القصة يلي بعدها أسبوعيا حب يخدنا على مطرح مميز يلي هو جبل الشيخ، يلي يعني ظلمته الجغرافيا ولكن عنده كنوز طبيعية وتاريخية كتير مهمة. خلينا نعرف شو قصة جبل الشيخ بالفيديو. إذا حبيت كاتيا بدنا جيد فيك تطلعي على جبل الشيخ، خلي نادر يعمل لي جيد لأنه هو تولى شو القصة وتابع هذا الموضوع. ندعي كل يلي بعد ما قرروا وين بدهم يروحوا الصيفية يجوا على لبنان ويتمتعوا بكل الأماكن الحلوة، وأكيد يضلوا عم بيتابعوا مواضيعنا على موقع ام تي في وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لنضل نخليهم عم نخبرهم عن المطارح الحلوة بلبنان اللي فيهم يكونوا عم بيزوروها. نحن مرافقيكم دقيقة بدقيقة، وطبعا ناطرينكم الأسبوع القادم كمان لجولة ثانية. وقفي هلا ونرجع نتابع لايف.